السلام عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ ما تنسوش اشتراك ولايك وشير عشان القناة تكبر بيكم وتوصل ليكم ويوصلكم مني كل جديد وحصري. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا، كل ليه حاجة نشتريها بالغالي من الأفران لما ممكن نعملها بأقل التكاليف وأقل الإمكانيات في البيت؟ معانا المعجنات الجميلة دي، تحفة تحفة تحفة، روعة، طعمها خطير، طرية جميلة جدا، هشة، يعني مش هقول لكم على شكلها، اديها باينة قدامكم الشكل عامل ازاي، اللي هي الترسة او عجلة الافران، هي اسمها كده تقريبا. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو ونشوف هتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا طبق فيه معلقتين سكر، كيس خميرة فورية، كوباية مية دافية، كمان مش هنعمل لها بلبن ولا بأي حاجة، مية دافية وهتطلع زي ما شوفتوا كده جميلة جدا. ربع كوباية زيت، أي نوع زيت عند حضرتك مفيش مشكلة. هنضيف 3 كوبايات دقيق ونص، 3 كوبايات ونص. حبيبتي لو أول مرة بتتفرجي عليا ما تنسيش اشتراك ولايك وشير، بالله عليكم اللي مشتركين عندي أول ما يشوفوا الفيديو يفتحوه بالله عليكم لايك عشان ده بيدعم القناة. كده أنا ضفت 3 كوبايات ونص دقيق على الخليط اللي معايا وهقلبهم كويس، طبعا ذرة ملح ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وهقلبهم كويس والعجينة، وبدهن كده الطبق بالزيت وبحط العجينة فيه وهغطيها واسيبها تخمر معايا لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع في الشتاء اللي احنا فيه ده. كده جبت طبق ومعايا 1/4 كيلو عجوة مفرومة، هضيف عليها معلقة سمسم او معلقتين ومعلقة سمنة، اي نوع سمنة حضرتك تحبيه، وهعجنهم كويس قوي بايدي وهبرمهم كده على شكل صوابع طولية، شكل الصوابع الطولية. هخلص كل كمية العجوة اللي معايا ويلا بينا نرجع للعجينة نشوف شكلها بقى عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله خمرت معانا. هنفضل بقى نديها بوكس كده حلو محترم، نطلع الهوا اللي فيها نفرغه تاني، وبعدين اقسم العجينة على شكل كور صغير. عملتي لايك ولا لسه؟ شكلك نسيتي. كده بجيب العجينة الكرة او الكرة انا عملتها، بفردها على شكل مستطيل، بعد كده بحط فيها صباع العجوة اللي انا عملته. اعذروني بقى ان انا ما بجيبش المنظر كامل عشان انا بصور بايد وبقفل بايد التانية، فاعذروني اذا في حاجة مش واضحة قدامكم. وبقفل كده على صباع العجوة كويس قوي، وبعد كده ببرمها بالمنظر ده وببططها. وبعد كده الحركة اللي انا هعملها دلوقتي دي غلط جدا، لا مش هنعملها كده طبعا، مش هنقفلها كده، لا بفرد تاني العجينة وبقطعها شرايح كده بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين انا بعملها ازاي. اوعوا تنسوا اشتراك ولايك وشير. كده حبايبي انا بلفها بعد ما بقطعها كده، بقفلها بلفها كده على شكل دايرة وبظبط الدايرة معايا وبقفلها، وفي صاج مدهون زيت وبرصهم فيه وادخلهم. كده انا بعمل تاني واحدة معاكم اهوت، وبدخلهم على فرن سخن من تحت درجة حرارة 180 لحد ما الخليط يستوي معايا. بس قبل ما ادخلهم الفرن بجهز بيضايه عليها رشة فانيليا عليها معلقتين لبن، وبقلبهم كويس وبدهن بيهم وش العجين ده كله اللي انا عملته، وبرش عليهم رشة سمسم. كده انا جبت البيضايه واللبن والفانيليا وهضربهم كويس قوي، وبعد كده ادهن بيهم وش العجين اللي معايا اللي عملناه. ودوقي بقى احلى ترسه في العالم، طعمها خطير خطير خطير، والله العظيم والله العظيم ما بضحك عليكم، طعمها جميل جدا، يعني اطعم واميز من الافران كمان، وبحاجات بصي من البيت وحاجات رخيصه. انا وعدتكم ان قناتي هتبقى من الحاجات اللي هي موفره جدا 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 على قد ما اقدر في ظل الغلاء والحاجات اللي احنا فيها دي.
كده بندهن العجينة اهو، وبحط السمسم، برش السمسم وبدخله على فرن درجة حرارة 180 لحد ما المنظر النهائي ان شاء الله بإذن الله تشوفوه معايا. حبيبتي لو لسه اول مرة تتفرجي على قناتي، اشتراك ولايك وشير بعد اذن حضرتك، ده بيدعمني وبيدعم القناة. وبعد اذن حضراتكم يا حبايبي اللي بتتفرجوا عليا ومشتركين عندي، بعد اذنكم لايك اول ما تفتحوا الفيديو، ما تنسوش، اوعوا تنسوا. بحبكم في الله. كده انا هبتدي ادهن الصاج التاني. بصوا بسم الله ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة جدا. كده انا دخلت اول صاج خلاص الفرن، وده تاني صاج اهو معايا، وكل ده بسم الله ما شاء الله من 3 كوبايات ونص دقيق وحاجات بمية وزي حاجات، يعني بصي بأقل الإمكانيات، وهتطلع معانا طعمها روعة روعة روعة. ليه نشتري بالغالي؟ كده المنظر النهائي معايا يا حبايبي، اوعوا تنسوني بالاشتراك واللايك والشير. مع السلامة يا أغلى اخوات، بحبكم في الله، باي باي يا حبايبي.